أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر القائمين على هذه الفعالية المباركة، إتاحتهم هذه الفرصة للمساهمة والمشاركة والمداخلة في تأبين شهيدنا الغالي والبطل الشهيد عيسى قنبر. الشهيد عيسى قنبر الذي غسل رداء الذل بدمه الزكي الطاهر، وكان مثالا لقول أمير المؤمنين: والحياة في موتكم قاهرين. بعد قرابة 20 عاما من شهادة هذا الشهيد البطل، ما زال اسمه وصورته ترفرف خفاقة عالية في سماء البحرين، وما زال اسمه حاضر بيننا وحي في نفوسنا، وسيبقى خالدا أبد الدهر. هنا يتجلى المعنى الحقيقي إلى حياة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد 20 عاما تقريبا، نسأل: أين شهداؤنا؟ وأين القتلى الذين تحدث عنهم النظام في أبواقه وفي أجهزته؟ أين أسماؤهم؟ أين ذكرهم؟ أين صورهم؟ أين هم؟ ما هي أصولهم؟ من أين أتوا؟ من يتحدث عنهم؟ ومن يتحدث عن شهدائنا؟ شهداؤنا يرفعون على الرؤوس، شهداؤنا تعلق صورهم على الجدران، شهداؤنا يذكرون في كل المحافل، شهداؤنا يكتبون في كل المقالات وفي كل البيانات وفي كل الأشعار وفي كل ما يكتب، شهداؤنا في ثقافتنا، شهداؤنا في فكرنا، شهداؤنا في كل شيء يعنينا في حياتنا في ثورتنا، شهداؤنا نبراس لنا، شهداؤنا قدوة إلى ثوارنا. بينما هم، أين قتلاهم؟ ما هي أسماؤهم؟ أين صورهم؟ متى تحدثوا عنهم؟ متى أنشئت جامعة باسمهم؟ شوارعنا في البحرين، الشوارع الثورية، سميت بأسماء شهدائنا. لا تمر مناسبة إلى ذكر شهيد إلا وتنبر الناس لكي تجلس وتقف وقفة إجلال وإكبار وعرفان وشكر وتقدير إلى شهدائنا الذين ضحوا قبل 20 عاما أو قبل 30 عاما أو قبل أعوام أكثر من هذا، وسيبقون خالدين. هذه هي الشهادة الحقيقية، وهذا هو معناها، وهؤلاء هم شهداؤنا الذين رووا شجرة الحرية، وما زال الثوار على خطاهم حتى ينال الشعب كامل حريته وكرامته، وينتصر انتصارا عظيما موعودا نراه قريبا إن شاء الله. حين نستذكر الشهيد البطل الشهيد عيسى قنبر، ربما تبرز لنا قضيتان مهمتان. الأولى هو المستوى الإرهاب الذي بلغ حد اعتقال النساء وتعذيبهن وتعريتهن، بل اعتقال حتى الرضع رضيع المعتقلة زهراء الشيخ، واعتقال النساء الحمل كالمعتقلة ليلى عبد النبي، وبقية المعتقلات الأمهات واللاتي يعانون في طوامير الظلم والطغيان. هذه القضية الأولى. والقضية الثانية التي تبرز لنا حين نستذكر شهيدنا البطل الشهيد عيسى قنبر هي قضية المقاومة. المقاومة التي هي حق أصيل لكل البحرانيين الذين يتلوون ألما من إرهاب هذا النظام ومن قوات المرتزقة والمحتلين. نحن حينما
نتحدث عن اعتقال النساء ونحرض ونتحدث عن المقاومة، إنما ننطلق في هذا الحديث وفي هذا التحريض وفي هذا الكلام من مفاهيم الدين ومن مفاهيم الفطرة الإنسانية السليمة ومن التجارب التاريخية التي عاشتها كل البشرية. دعونا نقارن التجارب، أين نجحت وأين أخفقت وأين تقدمت وأين وقفت. كل الأسباب في البحرين تدعونا إلى المقاومة. الأولى هو أن هذا البلد وهذه الجزيرة يتحكم فيها جيش أجنبي لا يمت إلى البحرين بأي صلة، وثبت تورطه في كل الجرائم التي مارسها الخليفيون، بدءا بهدم المساجد وتسويتها بالتراب واعتقال الحرائر وسب المذهب والاستباحة، والتي ما زالت لماذا لحد هذه اللحظة ولحد هذا اليوم تستباح منازل المواطنين ويرتع المرتزقة والمحتلون في أرجاء البحرين ويعيثون خرابا وفسادا. كم كان مؤلما ونحن نسمع قصص وغصص التعذيب في داخل سجن جو مثلا. الذين تلووا تحت سياط الجلات كانوا بحرانيين لا يعرفون تربة غير البحرين، والذين كانوا يعذبونهم كان بعضهم لا يتحدث بلغة أهل البلد ولا يعرف البلد ولا يعرف تاريخها ولا يمت لها بأي صلة. أناس مرتزقة قدموا من خارج البلد يمارسون البطش والإرهاب بحق أبناء البلد. ألا يحق لأبناء هذا البلد أن يقاوموهم؟ أليس من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم؟ أليس من حقهم أن يذودوا عن أعراضهم وعن مقدساتهم؟ لا يمكن أن يسلب الأمن من المواطنين وأن ينعم المرتزقة والمحتلون بالأمن والأمان في داخل البحرين. ولذلك المقاومة حقنا وكامل حقنا، وليس لأحد من منطلق شرعي أو قانوني أو فطري أو أخلاقي أو إنساني أن ينزع حق المقاومة عنا. من لا يريد أن يقاوم له عذره وله حججه، ولكن ليس من حقه بأي مسوغ أن يمنع الآخرين من أن يمارسوا حقهم في المقاومة. هذا من أسباب المقاومة. استباحة الحرمات والتي ما زالت، كيف تكون حرماتنا وبيوتنا ومنازلنا مستباحة ومرتع لهؤلاء المرتزقة الذين يهجمون عليها في أوقات متأخرة في الليل ويزرعون الرعب في قلوب النساء وفي قلوب الأطفال؟ أليس من حق الأهالي أن يقاوموهم وأن يفكروا في مقاومتهم وأن يفكروا في ردعهم؟ أليس هذا هو تاريخ الشهيد عيسى قنبر؟ أليس هذا ما خلد الشهيد عيسى قنبر وأبقاه حيا في نفوسنا؟ من الأسباب، والأسباب كثيرة، هو أن العالم، يعني لو تحدثنا عن النشاط الحقوقي ومنظمات حقوق الإنسان التي نشكرها ونقدر لها مواقفها ونعرف أن حركتها وحركة الحقوقيين تحدث نوعا من الضغط وتسبب حرجا كبيرا للنظام، لكن لا يمكن لهذه المنظمات ولهذا الجهد أن يوفر لنا كرامة وأن يمنحنا ويهدينا عزة وأن يحرر لنا أرضا. هذه الطموحات وهذه الأمان التي نتمناها لا نستطيع إدراكها وأن نبلغها إلا بإرادتنا وبعزيمتنا وبمقاومتنا وبصمودنا وباستمرارنا في الثورة. ثم تأتي العوامل المساعدة الأخرى، الإعلامية والقضائية والحقوقية والأخرى، فتلك عوامل مساعدة، أما العامل الأساس والرئيسي فهي حركتنا وهي مقاومتنا التي نتمسك بها ونعرف أن لا خيار سواها مع نظام إرهابي ومع جيش محتل ومع مرتزقة أتوا لنا من مختلف أصقاع العالم. من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض فسادا أولئك ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لمن انتصر بعد ظلمه
ليس عليه ملومة وليس لأحد أن يقف ضده. من حق المظلوم أن ينتصر لظلامته، من حق المظلوم أن يدافع عن ظلامته، من حق المظلوم أن يقف في وجه الظالم، من حق الذي احتلت أرضه أن يدافع ليحرر أرضه، من حق الذي يستباح عرضه أن يدافع وأن يقف في وجه الذي يستبيح ويتعدى. هذا هو خط الشهيد عيسى قنبر، هذا هو تأبيننا للشهيد عيسى قنبر، هذا هو وفاؤنا للشهيد عيسى قنبر، وهذا ما ندعو له، ونعرف أن لا خيار سواه، وأن التجربة تثبت يوما بعد آخر أن الخليفيين كذابون إرهابيون يتعاملون مع شعب البحرين بأنه شعب، بأنه كأنما هو غنيمة، ويكنون له العداء ويتآمرون ضده. فبالتالي نجدد في وقفتنا وفي تأبيننا مع شهيد عيسى قنبر الدعوة والدعم لخيار المقاومة الشاملة بمختلف وسائلها وفي كل جوانبها لصد الاعتداء ضد هذا العدوان الغاشم. السلام على الشهداء، والمجد والخلود والرفعة لهم. السلام على المضحين وعلى المطاردين وعلى الثوار. السلام على الأسرى وعلى الجرحى وعلى المصابين. السلام على قادة الثورة القابعين خلف القضبان. النصر لشعب البحرين، والخزي والذل والعار للخليفيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.